من غرفة تحرير مغوكسات، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عناوين بارزة. أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم حملة وطنية واسعة للتلقيح ضد الحصبة، وذلك في إطار سياستها الاستباقية للحد من تفشي الأوبئة والتصدي السريع لها، داعية جميع الفئات المعنية للمشاركة الفعالة والتوجه للمراكز الصحية لأخذ اللقاح المتوفر مجاناً. أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسي مانويل ألباريس يوم أمس أن إسبانيا ينبغي أن تجمعها أفضل العلاقات مع المغرب الشريك الأساسي في عدة مجالات، مؤكداً على أن هذا الأخير شريك أساسي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ناهيك عن أهميته بالنسبة للنسيج الاقتصادي الإسباني. وفي خبر آخر، طالبت وزارة التجهيز والماء جميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي الحيطة والحذر على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة يومي الخميس والجمعة، وذلك نظراً لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية. وفي الخبر الثقافي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يوم أمس أن طنجة ستستضيف اليوم الدولي لموسيقى الجاز الذي سيحتفل به يوم 30 من أبريل القادم في أكثر من 190 دولة، وبهذا الاختيار تصبح طنجة أول مدينة في القارة الإفريقية تتصدر احتفالات اليوم الدولي لموسيقى الجاز. وفي الخبر الرياضي، تم يوم أمس بلشبونة تقديم سفراء الملف المشترك بين المغرب، البرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030، وذلك خلال حفل الإعلان عن الشعار الرسمي الخاص باستضافة هذه البطولة، معربين عن فخرهم بتمثيل الترشح الثلاثي، معتبرين أن هذه النسخة من شأنها توحيد شعوب قارتين. بهذا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.